نستعينه ونستهديه، نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، اللهم فصل وسلم عليه صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا وعلى، وصل اللهم على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة والدين. فأما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطائة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، حيث أمرنا في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمر الله عز وجل بالإحسان ورسوله، قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال رسوله فيما يرويه مسلم عن شداد بن أوس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وللإحسان تعاريف شتى، يمكن أن نعرف الإحسان بأنه أرقى وأعلى من العدل، فالإحسان عفو يعني فضل، العفو هو الفضل، تفضل يعني عمل زائد عن الواجب، إما أن يقوم الإنسان بأكثر من واجبه أو يسامح في حقه أو في بعض حقه، هذا تعريف للإحسان، وهو فوق العدل، العدل هو القيام بالواجب والمطالبة بالحق، بخلاف الإحسان يمكن المحسن يتنازل عن حقه ويؤدي أكثر من الواجب الذي عليه. والإحسان هو الإتقان، أن يتقن الإنسان عمله وأن يرتقي به إلى أعلى المراتب. كقوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، عندما سئل عن الإحسان سأله جبريل: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك ترى. ده مقام عالي في الإتقان والعبادة. فالإحسان أن يقوم الإنسان بفعل الخير وخير الفعل، أن يقوم الإنسان وأن يؤدي فعل الخير وأن يكون هذا الخير مؤداً بطريقة لا تؤدي إلى شر، لأن قد يقوم الإنسان بخير مآله الشر. فعل الخير وخير الفعل، لا يكتفي الإنسان أن يقوم بالخير كالصلاة والإنفاق، ولكن ينبغي أن يقوم بذلك العمل خير قيام، بحيث يتصدق ولا يتبع صدقاته بالمن والأذى، فهو قام بالخير لكن أبطله بالمن والأذى. والإحسان يقتضي الإخلاص والصدق والثبات على العمل وجلب المنفعة. الإحسان هو أن يكون العمل نافعاً، ولا يهم أن يكون العمل كثيراً أم قليلاً، لا تحقرن من المعروف شيئاً، كما قال أبو ذر في الحديث الصحيح: لا تحقرن من المعروف شيئاً. قد يكون العمل بسيطاً لكن إحسانه يؤدي إلى أرقى المقامات، فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى.
جاء في الصحيح أن امرأة بغيا تحترف الزنا فسقت ماء فسقت كلبا كاد يموت عطشا فدخلت الجنة. عمل قد يستهجنه إنسان، يعني سقط كلب، يعني الكلب كلب، لكن الكلب له روح، فكانت محترفة للزنا، مومس، زانية، ولم يذكر الحديث أنها تابت من الزنا. الحديث قال زانية سقط كلبا عطشانا دخلت بذلك العمل الجنة. فلا تحقرن من المعروف شيئا. لماذا دخلت الجنة؟ لأن ذلك العمل أنبأ على رحمة كانت في قلبها، والراحمون يرحمهم الله. أتقنت الرحمة، تحركت فيها الرحمة، فسقت الكلب ودخلت بذلك الجنة. فالإحسان هو إتقان عمل ولو كان حقيرا في أعين الناس. إماطة الأذى، أن يتبسم الإنسان في وجه أخيه، هذه من الأمور لا ينبغي أن يحقرها الإنسان، لأن ذلك العمل إن أحسن فيه أدخله الجنة وإن كان حقيرا في أعين الناس. كذلك الإحسان يراد به النفع في الدارين. الإحسان هو عمل يجلب نفعا في الدنيا والآخرة، فلا تعارض بين نفع الدنيا ونفع الآخرة. الإحسان الذي يراد به الدنيا ويضر بالآخرة فليس عملا حسنا في معروف الإسلام. والعمل الذي يراد به الآخرة ويحدث ضررا في الدنيا فليس من العمل الحسن. العمل الحسن هو الذي يجلب النفع في الدنيا وفي الآخرة، إذا اعتبرنا أن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح والمنافع في الدنيا وفي الآخرة. فأي عمل ولو كان دينيا أضر بالدنيا، قال فقهاؤنا الضرر يزال، الضرورات تبيح المحظورات. هذا هو العمل الحسن، موافقة بين النجاة في الآخرة والمصلحة والنفع في الدنيا، لا ضرر ولا ضرار. نتطرق إلى ما تبقى من معاني الإحسان في الخطب القادمة، وإلى ذلك الحين نسأل الله عز وجل أن يتولينا برحمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة.